افتتح معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو أولى ورش العمل الخاصة بوفد المملكة العربية السعودية في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي تنعقد حاليا في جنيف، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس وفد المملكة الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، وبمشاركة ثلاثة من الجهات الوطنية هي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وشركة علم وشركة الاتصالات السعودية. المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تشارك هذا المنتدى أو منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بورشتي عمل تساهم فيها المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا سيقدم محافظ الهيئة غدا كلمة المملكة العربية السعودية في هذا المنتدى. جلسة اليوم شارك فيها ثلاث جهات تمثل المملكة العربية السعودية، أولا الهيئة الوطنية للأمن السبراني والتي وضحت فيها استراتيجية الهيئة نحو تحقيق أمن معلوماتي وسبراني على مستوى المملكة العربية السعودية، والمملكة عدت استراتيجية ضخمة لتقود هيئة الأمن السبراني لتنفيذ عالم أو سايبر سيكوريتي سبيس للمملكة العربية السعودية. وفي مستهل الورشة قدم الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات شكره للمملكة على مساهمتها الدائمة في أعمال الاتحاد، معبرا عن سعادته باستعراض المملكة لأبرز قصص نجاحها في مجال تقنية المعلومات. واستعرض الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح نائب المحافظ للاستراتيجية والتخطيط بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني رؤية المملكة في مجال الأمن السيبراني والجهود الوطنية التي أدت إلى تحقيقها المرتبة 13 عالميا والأولى عربيا. أبين في للعالم في هذا المنتدى جهود المملكة العربية السعودية وعدم اعتمادها على الشركات الاستشارية فقط، ولكن الشركات الوطنية تسهم بفعالية في تنفيذ منصات تقنية معلومات بصورة فاعلة، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية بل أيضا على بعض الدول المحيطة. أما الورقة الثالثة فكانت جهود شركة الاتصالات السعودية في تنفيذ والمحطات الفايف جي الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية من خلال بناء محطات للجيل الخامس في المملكة العربية السعودية لأغراض تجريبية في الوقت الحاضر مع الشركات الأخرى التي بلغت أكثر من 800 محطة في مرحلة التجريب، ولكن تمهيدا إن شاء الله لتنفيذ الإطلاق التجاري خلال عام 2019 بإذن تعالى. خلال الورشة قدم مدير شعبة تصميم الشبكات بشركة الاتصالات السعودية عرضا استعرض فيه ما حصدته الشركة من نجاحات على صعيد تبني تقنيات الجيل الخامس، حيث أصبحت من خلاله أولى شركات الاتصالات إقليميا في مجال إطلاق لمثل هذه التجارب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مشاركة المملكة العربية السعودية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات كانت مشاركة عصرية واكبت فيها جميع وأحدث التقنيات العالمية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف.